إبراهيم فخر الدين لاعب ومدرب له تاريخ طويل مع الكرة الطائرة، حياته كلها في الأهلي، قصة حب وعشق للكيان بدأت منذ السبعينيات حتى الآن ولن تنتهي فصولها بعد. إبراهيم فخر الدين فتح عيناه على اللعب في الأهلي، من البداية كان محدداً لرياضته الكرة الطائرة، ركز فيها وأجاد وتألق لاعباً في الأهلي والمنتخب وحقق إنجازات وبطولات كبيرة وكثيرة، ومع المنتخب صال وجال وحقق أيضاً بطولات كبيرة. مدرب كبير له إنجازاته، اسم له قيمته وهيبته، نادراً ما تراه في الإعلام، قليل الكلام كثير العمل، نموذج للمدرب الذي يحترم عمله، لهذا حقق نجاحات كبيرة. إبراهيم فخر الدين لمن لا يعرفه ولم يتعامل معه يحسبه متعاليا على الآخرين، لكن من يقترب منه يجد غير ذلك تماما، يجد فيه المعنى الحقيقي للإنسان، الطيبة والهدوء والأدب والأخلاق وتقدير الآخر والاحترام البسيط جدا والمنظم جدا. الكابتن إبراهيم فخر الأهلي في الكرة الطائرة، أهلا بك في المجري في ضيافة الكابتن مصطفى عبدو.